بهاي الكلمات اللي غنتها عفيفة اسكندر تفسرت أحداث جلسة مجلس النواب الأخيرة وتطورات اختيار رئيس البرلمان بعد مناوشات واشتباكات بين أقطاب البيت السني، أساسها الخلاف على أصوات الأغلبية بترشيح الأصيل لتسلم مطرقة القيادة، والنتيجة إصابات فقدت الجلسة توازنها ودفعت الرئيس بالإنابة لتأجيل جولة الختام لحين ميسرة بعنوان إذا عشت الرجب راح تشوف العجب. شلون وليش هسه نعرف؟ مجلس النواب بعد تعطيل وتأجيل عقد جلسة الاختيار الرئيس يوم السبت، وفتح باب التصويت بين المتنافسين مرشح السيادة والحلفاء سالم العيساوي ومحمود المشهداني مرشح تحالف تقدم المدعوم من أطراف بالإطار التنسيقي، بمقدمتهم ائتلاف دولة القانون ومرشح ثالث خانته مسجلة للنائب عامر عبد الجبار. صحيح الجولة الأولى عدت سلامات، والمرشح سالم العيساوي حصد 158 صوت والسيد المشهداني حصته صارت 137 صوت، لكن رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي من فرز الأصوات أعلن استراحة للنواب هدفها تحديد مصير الجلسة بين الاستمرار والتأجيل، لأن ماكو مرشح وصل للأصوات المطلوبة واللي حددها الدستور بنصف أعضاء البرلمان زائد واحد يعني 167 صوت، والسبب الجلسة اللي حضرها 311 نائب من أصل 329 نائب، 3 أصوات منها راحت المرشح عامر عبد الجبار و13 ورقة طلعت باطلة، وبقية الأصوات اتقاسمها المشهداني والعيساوي. بس السالفة ما طولت، والمناقشات والاجتماعات انتهت بدخول جولة جديدة تخلي النقاط على الحروف وتنهي الصراع، لكن وعلى طريقة أخلصة من القوم تتلقاها المنية. التصعيد صار بأول دقائق من الجولة، وتحالف تقدم من شاف الأمور طلعت من سفينته رفع راية الاعتراض وطالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وإعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية، والسبب البرلمان عنده جولة أولى بقصة اختيار شعلان الكريم وعقد جولة ثالثة بها مخالفات قانونية ودستورية مثل ما يقولون المعترضين. هنا التحالف الثلاثي يعني الحسم والعزم والسيادة رد على الاعتراضات بدعوات وصلت المندلاوي حتى يكمل الجلسة، لأن السيد العيساوي تجاوز المحظور وأصواته قريبة على كرسي الرئيس. بس دقيقة، تحالف تقدم رفع مستوى المعارضة والقضية صارت بها تجاوزات وصلت للاشتباك بالأيدي انتهت بإصابة النائب عن تقدم هيبة الحلبوسي. ومن سألنا عن الرواية الصحيحة التفاصيل وصلتنا بكلمات مختصرة تقول هيبة الحلبوسي اعتدى على رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، والنائب أحمد الجبوري من شافة صعد على منصة الرئاسة وتناوش هيبة بشاحنة موبايل كانت بجيب سترته. صحيح بعض نواب تقدم انشغله وبعلاج هيبة الحلبوسي، لكن المشادات والتدافع على منصة الرئاسة استمرت، والسيد المندلاوي فقد السيطرة على الجلسة، وحتى لا يوقع بالمحظور قرر بعدها رفع الجلسة إلى إشعار آخر بعنوان ابعد عن الشر وغنيله. بس دقيقة، رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر علق على أحداث الجلسة وقال لجوء البعض لافتعال الشجار والاعتداء على أحد قادة الكتل وردة الفعل من أحد النواب أساء للسلطة التشريعية والنظام، وقدم نموذج فوضوي ما يليق بالعراق وشعبه. يعني الجواب واضح من عنوانه، وتحالف تقدم متهم بتعطيل جلسة اختيار الرئيس، لكن الردود على حزب أبو ريكان بعدها ما انتهت، وتحالف العزم نفذ هجوم مباغت وصف به أحداث السبت بأعمال الشغب واعتبرها تصرفات رخيصة تضر بسمعة البرلمان والدولة وتعرقل الإجراءات الدستورية والقانونية، وكملها بدعوة موجهة للمحكمة الاتحادية لحماية النظام الديمقراطي، وختمها بطلب لتحديد موعد جديد أقصاه خلال يومين حتى تكمل جلسة انتخاب رئيس البرلمان. هاي عرفناها، لكن القوى الشيعية شنو موقفها؟ لأن بعض الأطراف اعتبرتها المستفيد الأول والأخير لهواية أسباب، أبرزها بقاء السيد المندلاوي المحسوب على الإطار بالمنصب ونقل صورة تبين طبيعة الخلافات وعمقها بين القوى السنية، لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي خصمها من الأخير وكشف عن اتفاق بين قادة الكتل السياسية عنوانه ماكو جلسة برلمانية بدون اتفاق القوى السنية على مرشح واحد. يعني سالفة اختيار رئيس البرلمان صارت طويلة، ويجوز الأحداث اللي سجلتها جلسة السبت راح تصير آخر بسمار بنعش بعض الجهات السياسية حتى عملية التصويت تمشي أمورها، لأن بعكسها راح نبقى نرجع ونسمع اسم الله محسن بالله محروس بسور اسمي.